انتهت فعالية موتور ويك لسباق السيارات بمهرجان العالمين، وذلك بعد خوض 7 فعاليات منذ 16 من الشهر الجاري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية. فعالية موتور ويك تزامنت مع تنظيم فعاليات أخرى على هامش المسابقة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار. هي نقطة النهاية التي وصلت إليها فعالية موتور ويك لسباق السيارات بعد خوض 7 فعاليات منذ 16 من الشهر الجاري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية. والله الأسبوع ده كان مختلف في كل حاجة، في تجهيز من بطولة للمنظمين، بصراحة كان التنظيم هايل، البطولة هايلة، فالحمد لله كان بالنسبة لنا السباق مختلف، وأحسن حاجة إنه في مدينة العالمين إدى فرصة لناس كتير إنها تشاركنا وتيجي تتبسط معنا، فبالنسبة لنا البطولة ناجحة جدا الحمد لله أيا كانت النتيجة. يعني كل واحد بيبقى عنده استعدادات خاصة بفريقه وخاصة بيه في الفاينلز، بتبقى زي خلطة سرية أو حبكة سرية مثلا لسيت اب العربية للتيون، كله بيبقى بناء على البراكتس اللي عملناه قبلها بيوم، بنحدد بناء عليه عايزين نعدل ايه في العربية عشان يتلائم مع التراك ونقدر نزول العربية ونحقق أحسن نتائج. فعالية موتور ويك شهدت 12 سباقا مختلفا، منها الدراج ريس بشوارع مدينة العالمين الجديدة وسباق الدريفت والكارتينج، وسط استعدادات خاصة من المشاركين بتجهيز سياراتهم والتأكد من بعض التفاصيل الفنية لضمان تحقيق أعلى المراكز في السباقات. السباق المرة دي سباق حلو، جو طبعا كويس حلو على العربيات، والحمد لله ان احنا قدرنا نتأهل النهاردة اليوم السبت، وان شاء الله ربنا يكرم في سباق كار بارك والتوين. قبل اي سباق ده مش انا بس، كلهم بيعملوا كده، بنبعت العربية على الداينو، بنعمل شويه داينو رانز نشوف الاقلاب بتاعه العربيه مظبوطه ولا لا، وبنتوقع الله، ولو في مشكله بتبان فبنعدلها قبل ما ننزل على السباق. يعني انا اتاهلت من يوم الخميس للنهارده للفاينل، بشارك في سباقات كار بارك دريفت، ما بقدرش اشارك في التندم لان عربيتي ما فيهاش رول كيج، فبسابق في الكار بارك، فزت في سباق السبيد المركز الثاني، وان شاء الله النهارده ربنا يوفقنا ويوفق الجميع ويبقى يوم جميل لكله. فعالية موتور ويك تزامنت مع تنظيم فعاليات اخرى على هامش المسابقة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الاعمار، وذلك في اطار تقديم مهرجان العالمين مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية لتسليط الضوء على اهم الوجهات السياحية في مصر وهي مدينة العالمين الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري.